لا دكتور قدامك. قدامكم. مثل ما قلت لكم، أنا عندي هذا الرسم، من ترسمونه أكيد لازم تصير عندكم فكرة عن هذا الجهة، نسميه الفرونت، كاتبين في حرف أي هنايا، ومنه السايد، ويبقى الفوق التوب. السايد عندي جهتين، عندي هذه الجهة اللي بها حرف أي اللي هي ليفت هاند سايد، وذيك رايت هاند سايد. ماشي، فأنتوا ايش مطلوب منكم؟ ترسمون المسقط أول شيء، الأمامي اللي هو هذا الفرونت، بس مقطوع، مقطوع من يا مستوى، من هذا المستوى. شوفون هذا الخط، هذا الخط ترسمونه. فش يبقى عندكم؟ تأشرون اللي يتهشر من اللي ما يتهشر. اللي يتهشر هو المعدن اللي ينقطع، اللي ما يتهشر مثل هذا الوجه ما يتهشر، إن هذا يبقى مثل ما هو. تمام. بعدين شو تسوون؟ المقطع التوب هذا من فوق ينقص من هذا السكشن بي، من هذا السكشن، ويا السنتر مال هاي الدائرة. ماشي، ويجي يقص نص هاي الدائرة، فيبين المنطقة المقطوعة فقط هاي الفوق. ماشي، بعدين ترسمون المسقط اللاخ اللي هو شوفوا منه ليفت سايد فيو، من هالجهة عينكم على هالجهة، ينقص هذا الجزء، هذا الخط ينقص، هذا كله ينشال، يبقى بس ذيك الجهة، وشوفوا من هالجهة، فأيضا يصير تهشير على المعدن اللي انقطع. أكيد هذا الجدار السلندر نصها ينقص، يصير هنا مستطيل، وأنا موضح لكم إياه بشكل كامل، وين مثل ما شرحت لكم إياه بالفيديو. ماشي، تمام دكتور. زين، عندكم أي استفسار آخر على الرسم؟ دكتور آه، انا رسمته ودزيته هسه من نزلت المهمة، بس ما اعرف يعني، بس مساقط يعني الرسم مالته صحيح، لو اسحب اعدل عليه يعني. رسمتي شنو؟ رسمتي بالورق؟ اي آه، ورق اي يعني، حق الاوتوكاد ما صارت المساقط يعني، طلعت صعب. أي بالأوتوكاد صعب، يعني أنا لو بالمختبر أشرح لكم إياه، وغير بس بالأوتوكاد صعب. رسمت مسقط اللي هو الفرونت رهام على الاوتوكاد اي يعني، هسه جا اشوف بس الرسم مالتك. اي تمام هالشكل يعني، لو ابي ايش اسمه يعني. لا، آيات اللي عندك التهشير ما مسوية تكامل، والأبعاد يعني خلينا نرجع، وين هسه هاي الزاوية شوفيها، هذا القوس، جشوفين الشاشة مو؟ لو لا ما أعرف إذا تسمعيني. المهم هذا القوس مو كامل، يعني مصاير صغير، هو المفروض إيش قد الآر؟ 25. عندك السكاشن مو كاملة، يعني بالأوتوكاد أنا شرحت لكم إياه بشكل يعني يوضح المطلوب. ارجعي بالأخير على المساقط، يعني عوف الرسم، أنت راسمة راسمة، رجع على المساقط بالأخير تأكدي منها. تمام، طلاب تسمعوني؟ لو انقطع الصوت يمي. بلي دكتور نسمع. بلي دكتور أنا سمع. أسمعك. آه جيد. اي فهسه آيات. دكتور عندي سؤال. ها قولي. دكتور اكو رسم نزلته على الكونفرنس اللي هو يمكن مسنن او هيك شيء، دكتور انا رسمته بس اكو امر من الاوامر ما يصير عندي، ويعني راسلتك على التليجرام يا يعني قلت امو، لك انه هذا ما يصير عندي. الخط اللي ما يوصل للنهاية. لا اكو واحد دقيقة دكتور هسه صورك اياه. دكتور انا يعني دزيتك اياه على التليجرام. مو هسه، ما هسه انا فاتح هاي الحاسب والكهرباء طافية وعلى اللابتوب. زين، ايش كان عليش السؤال يعني، حتى هم البقية يستفيدون من عندك. دكتور مو وش اسمه يعني، هو امر هسه بس اشوف اسم الامر واقول لك اقول لا لك اياه بالعربي، يعني دقيقة. شنو الغاية من الامر يعني؟ تحكي لي يعني وين وقفت الشغل، خلينا نقول. والله دكتور ما اعرف شو اشرح لك اياه، هو يعني انا رسمته كله كمل لمن والله دكتور ما اعرف شو اشرح لك اياه. يعني امر مرار،
لا 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 مو هذا، مو أمر ميرار. دقيقة دكتور، خليني أشوف اسم الأمر. انت شوفي بين ما انت تشوفي، خلي البقية اذا احد عنده استفسار. دكتور، ها تبارك، يعني احنا نرسم المساقط بس طريقة المقاطع هيك انت قصدك؟ بالضبط، يعني ما ترسمون المقطع، يعني الرسم يعني مو كله، ترسمون يعني مقطوع، ترسموه مقطوع. انا مو بالفيديو، حتى شوفتكم شلون تخلوه بالورقة، يعني وين يا مكان تخلوه بالورقة شوفتكم. دكتور المسنن وين دزه؟ ها الثاني مو سويت لكم هذا الواجب؟ ايه ما يخالف دزويا. ماشي زين دكتور، عادي نرسم على الاوتوكاد وهذا الواجب اللي يريد، يعني اوتوكاد يريد يدوي. والله هذا الواجب يا مقتدى ترسم على الاوتوكاد، لازم اذا تريد ترسم كلوحه بالاوتوكاد تعوف ال 3 دي ترجع على ال 2 دي وترسمين خطوط. ايه عادي يعني؟ اذا تقدر ترسم شكو بيها، بس يعني اذا اسوي نفس الشرح مالتك بالفيديو، اذا اطبقه، اذا الشرح تطبقه بالفيديو راح تواجهك مشكله بعدين شلون تقعد المساقط بمكانها المقاطع، هاي راح تواجهك المشكله، لان هذا شويه صعب عليكم. انا الغايه يعني كنت اعلمك شلون ترسم بالاوتوكاد، بس هاي مال شلون بال 3 دي تجيبهن وتقعدهن وتسوي الجسم روتيت تقلبه 90 درجه وتخليه بمكانه، هاي شوية صعبة عليكم، يعني راح يشلع قلبك وما توصل النتيجة. وذلك من الممكن انه ترسمه بالاوتوكاد وكأنه جاي ترسم على ورق، ترسم بالتودي، خط طول 135، خط طول 100، خط 32، 16، ترسمه مثل ما هو. بعدين اكو بالاوتوكاد مال التهشير، مكان ما ترسمهن خط خط التهشير تروح على امر اسمه هاش، اللي هو تضغط رأسا يهشره مباشرة، هاش الامر هاش. أيه. بس أنا المشكلة ما منطيكم هالشي هذا، يعني أنا مرسمت لكم بالتودي حتى أطلبه منكم، يعني إنه أنت مين راح تجيب المعلومات هذه؟ يعني يصير صعب عليك، مين راد لك تقلب باليوتيوب فد ساعة ساعتين على ما تتعلم المبادئ هذه وبعدين تقعد ترسم فد 3-4 ساعات على ما تخلصه، وأنتوا عندكم خما بس رسم غير عندكم محاضرات أخرى، ما أريد أضغط عليكم. زين دكتور، على الرسومات الجاية تقدر مثلا تشرح لنا الاثنين، اللي يريد يرسم يدوي اللي يريد يرسم اوتوكاد. ماشي، الرسم الجاي شو اسوي؟ ما ارسم 3D، ارسم لكم يا 2D وفوضي. كون يرى على الاثنين حتى الواحد كيف يختار، لان انا بالنسبة لي اشوف الرسم اليدوي مضيعة وقت وجهد، لان احنا ورا التخرج ما راح نحتاجه. لا هي فليش انت عارف تسوي؟ هي مو مضيعة وقت، تدري شنو؟ هي شمرة. يعني هسه نوبات واحد، هسه قسم من الطلاب يقولون واحنا شو نسوي بالرسم اليدوي؟ خب قبل اول بدايه السنه نروح على الاوتوكاد. يا اخي هسه تروح باليابان، هاي اليابان هم قمه العالم، عندهم السيلبس انتهى، رسم يدوي رسم يدوي، هو يريد يطور المهاره اليدويه. يعني من اجي اقول لك مثل ارسم هاي اللوحه وارسم ثاني لوحه، خب ارسم لك لوحه عاديه وبعدين لوحه مساقط، بعدين لوحه مقاطع، بعدين لوحه ايزومتريك، 4 لوحات وثمان، لها خلصت السنه. لا هي بالاعاده افاده، احنا نسوي هاي شمرة الإيد. يعني أنت هسه فرضاً رح تفد مشروع وطلب منك أنت مسؤول عمال وقال له لك ترسم لنا فد سكيتش، مو رسم حقيقي مضبوط بالأبعاد، بس سكيتش على ورق، وضح لنا إحنا بنص الجول هسه خما تجيب لنا لابتوب بنص الموقع مال عمل، اشرح لنا رسم يدوي، يقول لنا شنو الفيلم شلون نشتغل. ذاك الوقت ايش راح يسوي؟ راح تقول لهم أنا ما أعرف أشتغل بس بالحاسبة. ولذلك هو إحنا نرجع للأسس، هو المفروض انتو كان العام صف اول الكورس الثاني، يعني الكورس الفصل الاول تاخذونه رسم يدوي، والفصل الثاني كان كله المفروض اوتوكاد، بس شفتوا ايش صار العام من بهدله وضاعت الوضعيه عليكم. هسه انا حاولت اعوضكم، شو هم هو اذا مو بالصف واشرح لكم مباشر واجي اصحح فوق راسكم واحد واحد، يعني الاوتوكاد اشوفه صعب تتعلمه، بس مو مشكله، انت هسه تعلم 10% من عنده، بس افهم الاسس شلون تدخل، شوفها بعينك بالفيديو شلون تدخل، انت بذاك الوقت مهارتك انت تقدر تصقلها بكل سهوله، لان بس تفتهم فلسفه الشغل بالبرنامج تصير عندك قابليه تعلم ذاتيه، هو هذا اللي انا اتمناه. لان انا ايش قد ما احاول اعلمكم بالبرنامج، قد ما ابذل جهدي، ما اقدر احقق لكم 20% من البرنامج، هاي نهايه الفصل اذا كله حضوري. دكتور
بقى يعني هو الأوامر اللي بيه بيفت فوق 150 أمر. هاي 150 أمر كل واحد بيهن آلية بالعمل، يعني هذا الرسم اللي رسمته لكم بال 3D أقدر أرسمه بعدة طرق، وبال 3D أقدر أرسم المقطع الجانبي 2D ومباشرة أنطي إكسترود مقطع جانبي، يعني العفو الفرونت فيو أنطي إكسترود مباشرة، وذيك الجهة أنطي كوبي وحركها وأنطي وصل بينات خلال 10 دقائق الرسم. هاي طريقة ثانية بس تعال يعني شوي صعب عليكم تفهمون، بس ممكن أعلمكم إياها، فأفضل بالإيد وحتى السرعة أعلى. يعني لو شو تقول أنت؟ ما دكتور أنا أقول أحسن لو كيف الوقت طالب هو اللي يختار، يعني يكون رسم يرهم على الثنين وسهل على الثنين. والله مشكلة يعني اختار في نوعية رسومات ترهم الثنين شرحن بفيديو واحد ماشي. هسه أنت تجرب، جرب رسم لي إياه بال 3D ها، وإذا ما دبرت عندك شو تسوي؟ ارسم لي إياه ورق ودز لي إياه. إيه ماشي. إيه آيات شو تقولين؟ دكتور هو أنا داس معتوني الأخطاء مع الرسم وفصل النت وهسه يلا رجعت. أنا هم قلت هاي شبيه شو بس حكيت على أخطاء طلعت قلت هاي نزمت شنو؟ لا دكتور فصل النت. ماشي. بس إذا ممكن يعني بس تعيد للش اسمه اللي عندي شنو الخلل بيه؟ آه الملاحظات. أي. يعني الملاحظات عندي هسه نرجع للرسم تشوفين المؤشر مال الماوس لو لا؟ يا هو اللي بالصورة غير؟ اي اكو مؤشر مع الماوس يتحرك تشوفي له لا؟ اي تمام. شوفين هذا شوف. القوس هذا القوس ايش قد؟ هذا اي القوس. هذا 25. انت بالرسم ايش قد رسمته؟ يعني رسمته يمكن 5. اي مو الرسم انا قسمته كله على 2 لان رسمت ورق اي 3. اي الابعاد الابعاد هسه لو اجي ادققها يعني خلي اقول هذا الارتفاع وهذا الطول ما يتناسب، خلنا نقول ويا هذا القطر الظاهر من مقسم الأبعاد على 2. اي نعم. شابك الوضع هو حقك يعني... هو حقك ترى مو سهل، مو واحد أول مرة يبدي يطلع. حسيتي كرسم عام مرسوم قدامي، كرسم عام نعم. مرسوم ومبين قدامي، يعني هسه من اشوف الرسم اللي انت راسمته اعرف هذا تابع من اللي واجب هذا الواجب اللي انا مقدمه بكل بساطه. بس اكو اخطاء بالابعاد نعم و يعني بالتهجير. هو التهجير بس السايد فيو والتوب فيو تهجير ثلاثه تهجير زين. الفرونت فيو مين يتهجر؟ ها هسه هذا هسه تشوفين السهم لو لا؟ اي لا اشوفه. اي هذا القص تشوفين هذا الخط ينزل يقص الرسم وبعدين يجي هيج ويقص هيج، هذا الجزء الامامي كله ينذب يبقى هذا الجزء الخلفي احنا نشوفه منه. فما عرفان الحاسبه تتحمل اشغل الاوتوكاد منين هسه على الباتري خلي اجرب بلكي. هسه الشاشة تشوفوها قدامكم مالت الاوتوكاد بينت؟ اي نعم دكتور بينت. اها هذا الرسم مالنا خليه يفتح يصير بطيء على الباتري زين. هسه نجي احنا هاي يعني اللي سويتها الهوسة يعني مالت الرسم هو شوف ياها من هنا الابي اللي هو هذا المشكلة المؤشر كلش بطيء. اي هذا هسه هذا الرسم مالنا رسمناه انا شو اسوي اقصه منه يعني وينه يصير هذا المقطع اللي انقص زين. اجي ندوره يصير بهالشكل خلي اعيده من جديد خلي اقطعه من جديد يكون هسه هذا نجي عليه
نقول له سلايس اس ال اي سي اي امر سلايس قطع. انتو بس تكتبون اس ال اي هو يكمل سي، تحطون انتر وتصير المؤشر صغير، تروحون تختارون الجسم تنطون انتر تختارون، خلينا نقول النقط اللي هاي نقطة وهاي نقطة زين، ونقول له نقطة ثالثة هاي المشكلة مقاس هسه، بس هذا نشيله تشوفون مو لو لا اي نعم دكتور اي هذا نشيله نذبه يبقى عندي هذا هسه واضح قدامك اي نعم دكتور شلون صار هسه شكله زين ياهو لنقص المعدن نقص عندي هذا مكان مقطع مقصوص هذا عندي مقصوص منه لهنا كله ماشي هذا يتهشر وعندي هذا المربع الاخر يتهشر هذا قوس ما منقص منقص ما يتهشر ايش عندي بعد عندي هاي الاسطوانه مو قصت صح لو لا اي نعم دكتور اي فهذا المقطع الفرونت فيو سكشن ماشي تمام دكتور تمام اي عندي التوب فيو يعني... اللي اقص شلون منها ينقص شوفوا هذا قصيته منا بهذا المستوى اذا نرجع للصوره مالتنا وين يقول بهذا المقطع تقصه زين هذا المقطع ينقص بهالليفل يعني كنا نجيب سكين ونقص هذا كله فوق ويا سنتر هاي الدائره وسنتر هذني على نفس المركز يصير الاثنين زين فمن ينقص شي يبين يبين من فوق هيك يبين فشي يبين عندي اذا نشوفه يا منطقة اللي انقصت هذا الخط الشريط انقص زين وهذا الشريط انقص ويا هذا الضلع وهذا الضلع مال العمود الجدار كان مساند هذا الثقب ما ينقص ما يتهشر وهذا يتهشر ايضا ماشي اذا مستطيل مستطيلين صغار وهذا الشكل كله يتهشر تهشيره واحده وهذا الشريط يتهشر هيج زين اي نعم دكتور هو هذا التوب فيو مهشرته اني بس يمكن اكو شريط ناسي من عندما مهشرته اللي هو صاير على اليسري عادي البقيه كلهم يشوفون الرسم مالك مو اي لا عادي دكتور ماكو مشكله هيان الرسم مالك زين هذا الرسم سنجي يا شلون احركه عاد ما يجي يدخل يروح على اليمين ما ادري ليش المهم جا تشوفين هذا هسه هذا هذا الضلع شلون عندي صاير ضلع حاد هذا القوس اي هذا ما مهشرته حلقه مالت الاسطوانه الحلقه مال الاسطوانه اللي صايره بين الاثنين هاي هشرها هاي ما مهشرتها زين هذا الارتفاع انا اشوفه ما ادري شلون يعني هسه اشوف الارتفاع مال الار اللي بي يعني لا لا هذا شوفي هذا الجسم هذا يعني ارتفاع هذا نعم. وحجم الاسطوانه شو ما متلائم وهي حقيقه الرسم زين عندك هذا يتهشر كل القاعده عاد هذا الفتح يعني. تمام هذا كله يتهشر تمام هو راح ارجع اسحبه واعيده مره ثانيه وارجع ادز اي بعد ايش عندنا مقطع الاخر السايد فيو البقعي خلينا نشوف هذا الرتب الفنيه شلون نجي عندك التهشير هنا هذا المقطع شوفي نعم دكتور هذا كله يتهشر هذا كله يتهشر هذا كله انا مسوي بس هذا اللي بالوسط كل هذا المقطع كله يتهشر عدا الفتحة الاسطوانية هذه عدا هاي الاسطوانة ما تتهشر هذا المستطيل هذا ما يتهشر اللي هو بقدر القطر الداخلي لهاي الاسطوانة هذا الوحيد اللي ما يتهشر الباقي كله يتهشر تمام دكتور بعد ايش عندنا التوب فيو قلنا هسه شوفي هسه هنا يعني انا ليش اقول هسه هذا الابعاد مالته هذا الثيكنس ويا الثيكنس مال 100 هذه زين هاي 100 مو هذا انا كنت قسمت على 2 اخذت 50 هذه لا اخذتي ها ياهو هذا اخذتي 50 زين ذني ايش قد يعني ذني بالرسم ايش قد كانت ما اعتقد يعني
واحد كان 100 والثاني والواحد 62 هسه هاي 24 هاي 24 هاي 24 يعني هاي المسافة تقريبا تصير ربع هذا الثيكنس اقل شوية من الربع هي ربع 25 هاي 100 هاي 25 هاي 25 هسه انا اجي ارسم مثلا يعني المفروض هاي 100 او هاي 50 هاي ال 25 ايش قد تصير هاي 12 ونص ثيكنس وهذا 12 ونص ثيكنس صحيح اي ما اخذته لا صاير 11 يعني لا حتى مو داعش يعني سداري داني هذا اجي اكرره يصير فت 6 8 يلا يلا ينبي هذا المرض. تمام فعندي هاي انا الملاحظات اللي على الرسم تمام ثني الثقوب ما اعرف يعني هل انها متناسبات اذا اجي يعني الدويرات يعني هاي الدويره ايش قد القطر مالها هاي شوف انها ايش قد يمشي 22 فايش قد يصير قسمتها على 2 يصير 11 رديت اني قسمتها على 2 ليش مو دارس اي 3 غير كل القياسات تقسم على 2 انت عندك القطر 22 يصير القطر 11 يعني اذا ما يحتاج بعد اقسمهم على 2 من نرسم على اي 3 اي بس انتبهي على شغله انا ايش كاتب هنا فاي شوفي فاي يعني قطر بس أيه. اذا يبقى على حجم 22 ها ايش قد افتح الفرجال 22 11 ها اي نقسم على 2 اي تمام لان انا جالس على الفرجال فتحته نصف القطر اذا اقسمه على 2 يصير 11 ايش قد افتح الفرجال 5.5 اي نعم البقيه انتبهتوا مو انتبهين ويانا بري دكتور اي زين ايش بعد عندكم اسئله شكرا دكتور يعني لا العفو الله يسلمك حاضر عادي يعني اسحب وارجع مره ثانيه رسمي اي ولا راح تتعبين بس شو تسوي لا عادي تمام هو انا بدي اعرف الاخطاء مالتي وين الله يبارك فيك هو الواجب مفتوح منا للاحد الجاي تمام دكتور اي بس مو شوفوا منا الاحد الجاي يعني فتره طويله وتتاملون انه تتعاجزون اليوم ترسم مباشره ترسم ترى الايام تركض ما تشوفوا نفسكم الا يوم السبت بالليل ومراسم تمام دكتور اذا مو اليوم بالليل يندز باكر الصبح ان شاء الله براحتي شي عندكم منا اليوم الاحد تمام دكتور شكرا دكتور العفو ايش عندكم بعد اي استفسار اخر على الموضوع على مود الرسم دكتور انا وصلت امر اسمه اكسترودد او هيك شيء دكتور ما يتنفذ اكسترود اي اكسترود إذا نجي دكتور أنا حتى ما موجود عندي إلا أبحث عنه إذا هسه أنا فاتح الأوتوكاد مو إذا نجي دكتور هو ما موجود عندي بهاي الشريط يعني إلا أبحث عنه هنا هسه هذا قدامك مو لو حاجة شوفيها بلي دكتور وين هذا تشوفين هذا ترم جشوفي أكو سهم بصفة صغير الدوسين على السهم يطلع اكستند هو دكتور مدى اشوف الصورة كلش بعيدة ماشي انا اعرف شلون راح اوضحها اخذت سكرين للوحة مشكلة حتى بالسكرين هم اما جت ترهم دكتور هو انا دا اسوي هذا الشريط مال البحث دا اكتب الاسم مال الامر ويعني اسويه بس يعني ما دي يصير عندي كل شيء ما يتسال هسه شوفي هذا هسه هذا كبر كبرت الامر هذا الصوره جا شوفيها هذا الامر المقص هذا المقص مو قدامك اكو هنا بصفه سهم صغير مثلث مقلوبي شفتي؟ شفته. اها تروحين على المقص على المثلث اللي بصفه الصغير تضغطيه امر انه امرين بمكان واحد الفوق ترم الجوا اكستند اي فمن تدوسين اكستند يمده كمثال هسه انا عندي هذا خط مثلا او خلي نجي على نفس المثال اللي مرة حكيت لي المشكله مالته هاي دائره وعندي خط ماشي هذا الخط الخط
ما يوصل للدائرة ما يمسه صح؟ بلي. تروحين على هنا الأمر، ما تدوسين على الأول، تدوسين على الثاني extend، دستي على extend مو، تطين enter، مو دستي على extend تطين enter وراء، تروحين على هاي الحافة مالته، وين الجهة؟ هاي الجهة، بس تضغطينها كليك هو المد نهائيا، تطين enter أخرى طلع، صار مماس للدائرة صح؟ بلي دكتور. عيدة انطيت اندو، ها ورا ما تدوسين على اكستند يثبت الامر اكستند هذا، الا تروحين تغيرين من جديد، يعني هسه اروح على التريم يقطع، اروح على الاكستند يمت، اروح على الاكستند هسه مؤشرته، اجي هنا اضغط اكستند اشر هذا، ها قبل ما اعيده من جديد حتى لا تخبطكم، اروح على هذا المثلث الصغير اضغط اكستند، ضغطت اكستند مؤشر الماوس تحول الى مربع صغير، وراها شنطي انتر، انطيت انتر، هسه اي جسم اريده مده بس اشره يروح يتقاطع ويا اول خط قدامه، ضغطت تأشر انطي انتر اخرى او اطي اسكيب اطلع من الامر، تمام. هذا هنا احنا بعض الاوامر بالاوتوكاد عندنا متداخل، يعني هذا المقص اللي هو امر تريم ويا اكستند، هذا الامر الفلت قوس يما سهم يتفعل امر اخر اللي هو شنو، هو شنفر، شنفر يعني يقص مو ما يسوي قوس، يضلعه يخليه خط قص عدل، عندي امر اري اللي هو هذا ابو المربعات اللي يقسمه عده اجزاء يكرره، اكو ثلاث انواع منه، اكو اري ريكتانجولار واكو يسويه على باث، اني مسار ارسمه مثل ارسم التيل وشارع، اكمل التيل ارسم الشارع، ارسم خط ويا الشارع اقول له هذا التيل تكرر ليه على طول الشارع، ارسم رسم واحد اعطيه تكرار هو يكرر على طول امتداد الشارع، والنوع الثالث اللي هو البولر اري اللي هو يسويه اللي مثل ما قلنا، يعني هذا شوف هو التوضيح ماله، يقول انت تقعد ترسم لك يعني كرسي واحد وتعطي اري يكرر حول جد كم كرسي تسوي بامر واحد، ماشي دكتور؟ زين هاي هنا بالهوم هاي اللي فوق شلون بدي اطلع هذني الاوامر؟ شلون غير شيء عندي؟ يا هنا هذني الفوق بدي مكتوب يمكن مالنج او هيك بدي اشوفه. ها شوفي بالاوتوكاد جوا هنا هسه تشوفين الركن الجوا هنا اكو بدي دكتور اكوش مكتوب ورك سبيس سويتشنج اللي هو فد عجله مسننه صغيره بصفها سهم، شفتي لو لا؟ بلي اضغط على السهم الصغير هذا 3D modeling اكو؟ اكو 3D modeling اروح عليها افعلها، تمام؟ يحول لي هاي الواجهة اللي قدامك هسه، اذا اروح على Drafting and Annotation اللي هي العادية شوفي هسه الواجهة انقلبت راحت هنا تغيرت الواجهة كلها، يجوز صارت مثل الواجهة اللي انت تعرفي، اروح على هذه اشرها من جديد، اروح على 3D modeling يتحول، ليش خلوها هيجي؟ اكو واحد يرسم بس 2D ما عنده 3D فشي يسوي بهذني الاكسترود والاكستند والروتيت واليونيون والما ادري شنو، فذني يشيلوهم كلهم يخلوه للTD ويركزوا له عليه، يعني خلوه لهذيك الواجهه، واحد يريد يشتغل 3D خلوه لهذني بالبدايه، بس ان الواجهتين اقدر اشتغل انا، بس بال3D اكو مثل مسطره اضافيه هاي الفيجوالايز اللي هي تخص الرندرنج وتطلع الرسم وتضيف الماتيريال مثل ما شفت بدي جمال تقدير. بعد عندكم شيء استفسار؟ بلي دكتور. برسم المسطره من نرسم السن هي ما حتكون عده قطع بعدين نسوي الجوين عم تصير قطعه واحده؟ اي انا من سويتها وبعدين رحت اشرتها هم لقيت عده قطع يعني ما صار قطعه واحده، ها. يعني بالبداية أشرح وأكتب جون وشون؟ لا هسه راح أنطيك كمثال بسيط، خلي شو نجي إحنا هنا جن شو مسوين هاي هنا ذن نجمعيهن، خل نرسم لنا فد رسم بسيط، خلنا نقول هاي دائرة، العفو مو دائرة، خلنا نقول نرسم لنا فد خط ماشي، ونرسم لنا فد قوس، هذا قوس وهذا القوس نقعد ننطي مرار من السنتر
وندمج خط آخر هنايا. هسه صار عندي هذا الرسم، لكن هذا الرسم أضغط هنا، هذا ما متجمع، خط واحد، هذا خط واحد، هذا خط واحد، وهذا خط واحد، صح؟ ذن الخطوط إذا أريد أسوي أمر جوين، شرط من الشروط يكون متصلات، يعني متنفذ أمر extend إلهن، يعني خط ملاصق خط. شلون أسوي جوين؟ أكتب كلمة join J-O-I-N تمام؟ وانطي انتر، تحول المؤشر مال ماوس الى شنو؟ مؤشر صغير مربع، يعني اختار، يقول لي اختار هذا واختار هذا، اروح على هذا اختار كليك، هاي كلها كليك كليك يسار، واختار هذا، اختاريتهن لاني كلهن كليك يسار، صارن شكلهن ازرق، انطي انتر خلص. هسه ايش صارن؟ اروح اشر واحد منهن كلهن الاشرين، لما صارن رسم واحد، هذا الاسلوب تمام. يعني اذا ما جمعنا يعني بشكل واحد معناها انه ما متصلات من الحواف، اي معناها ما متقاطعات. يعني هسه ننطي، خلينا نعيد المثال بس بشكل اخر، هل اجي على هذا نحاول هسه نجرب، يجوز انا غلطان، هذا اعطيته قطع، وهذا منا مثلا ايش سويت؟ شلته اعطيته قطع. هسه راح اعيد امر جوين، ذاك هسه ذا هيك يبين عندكم قطعه واحده، أكبر يبين هنا مقطوع، ذاك من ذيك الطرف شي يبين هم مقطوع، أروح أقول له جوين، أشر كتب الجوين ونطيت انتر، أشر هذا أشر هذا أشر هذا أشر هذا ونطي انتر، خلينا نشوف نجمع اللولا، شوفوا هذا إني كان المتصلات سوى صار قطعة واحدة، أطلع اسكيب، أروح أشر هذا، هذا وهذا كان المتصلات صار قطعة واحدة. فقط اللي متصلات يصير انجوين حتى لو المجال مفتوح، لكن هسه المشكلة وين تصير عندي؟ هسه هذني هذا ما اقدر احوله الى 3D، هسه هذا ما يتحول الى 3D، ليش؟ هسه هذا خلنا نقول دورناه، اذا اريد اروح اقول له بريس بول، هذا الامر، هذا الامر ايش يريد؟ شوف ايش كاتب، bonded area، يعني الاريا لازم مقفولة، مقفولة منه ومقفولة منه، وقطعة واحدة صايرة. إذا ما متجمعات شي يصير؟ نشوف وسرها عيد الجيا، إذا ما متجمعات راح يتولد عندي أسطح، يعني خلينا نقول هسه هذا بعدني ما مجمع، راح أسوي نفس نماذج، هذا مقطع ماشي، وأكرر هنا واحد آخر، وأكرر هنا واحد آخر، أجي على هذا أسوي بقطعة صغيرة من مكان واحد هنا قطعته، هسه اكتب جوين، هذا اشرهم كلهن ذني ماشي، وانطيتهم جوين صارن قطعه واحده، ذني اشرهم كلهن صارن قطعه واحده، مو قطعه واحده صارن، بس المشكله وين؟ منها مفصول ما مرتبط، وهذا على وضعيته مقطع، كل خط كل خط واحد، يعني ما مجمع ما مسوي له جوين، هسه ذني نريد نسوي لهن امدهن، يعني بريس بول، اضغط على هذا، هذا ما طول مجمع مباشرة رأسا تحول الى 3D، هذا الثاني ما يجي، هسه تشرح تقولهم شوفوا شو هم صار 3D، هذا مو 3D، هذا سيرفس، صار سيرفس هذا. نجي على هذا امتد، هذا امتد، شوفوا هسه شنو الفرق بين ذني ثلاثة، اروح اشوفه بالكونسبشوال، هذا سوليد اول واحد زين، هذا سوليد قطعة واحدة بلوكة، هذا الاوتوكاد من المد ما فهم السوليد، ايش فهم السيرفس، هذا سطح سيرفس، وهذا الاخير مديت ان بريس بول واحد واحد سيرفس ماشي، هذا الفرق بيناتنا، احنا برسمنا كنا نريد نرسمه سوليد هيك مثل هذا، فالبريس بول هذا الامر ينطبق اذا على منحنى مغلق، اذا منحنى مغلق يحوله مباشرة الى سوليد، اذا منحنى مفتوح مثل هذا شوفوا الفتحة هنا شلون صارت، شي حوله يحوله الى سيرفس يعني قشر،
هو السيرفس اصلا انا عندي مسطره كامله باسم السيرفس اللي هاي شغلها بي، لان اكو ناس تشتغل بالسيرفس ماشي. وهكذا بعد عندكم سؤال دكتور؟ دكتور يعني هسه هذا الرسم الجديد اللي طلعتنا واجب نقدر نرسمه اوتوكاد؟ والله تبارك اذا تريدين ترسمي اوتوكاد زين، اذا تعرفين ترسمي 2 دايمنشن اوتوكاد خطوط؟ ما ادري يعني اشوف خطوط يعني شلون؟ هسه انا فهمتكم هسه اجي اريد ارسم المقطع الجانبي، ايش عندي هذا الطول؟ 330 وارتفاع ايش قد؟ 32 مو؟ اروح افتح النيو يعني الحاسب بطيء شوي ايه. اوبن نيو مسطره جديده شغل جديد نروح على لاين شو نقول له من 0 0 ارسم لنا خط طول 330 330 انتر انتر ارسم الخط، الخط عبر اللوحه شو اسوي؟ افر الويل صار الخط هالقد، شو اسوي بعدين؟ خلينا نفتهم نجي منه هذا خط ارتفاع 32 خلينا نسده نجي خط 32 نجي منه نأشره نروح بالركون نأشره نمد الخط هيج نكتب 32 نرجع هيج لا مو 32 اي 3 2 32 رسمه 32 نرجع 330 طول الرسم وبعدين نضغط حرف سي ونعطي انتر شو رسمنا؟ ما اشتغل هيج نجي نقفله نقطة منا ونقطة منا شو رسمنا هسه؟ رسمنا هذا الجو وكملناه كامل شو عندي اني؟ عندي اسطوانة ايش قد ابعادها؟ السنتر مالها وين؟ الارتفاع 132 بس البعد هذا الجانبي ايش قد؟ قلنا اتذكر بالكالكوليتر نسيت ايش قد قيمته نجمع ايش قد عندي؟ هذه 88 نصف القطر فهي 44 هاي 44 او عليش منها لهسه انت رجقت 95 ماشي 95 زين هاي المسافة ايش قد منها لهنا؟ 32 32 زائد هاي المسافة منها لهنا ايش قد؟ او عليش لا لحظة هاي ايش قد؟ 152 وهاي 38 190 اذا 190 امشي هيج واصعد 132 نرسم منا خط ايش قد نمشي قلنا 190 هاي 190 مشيت اصعد ايش قد 132 رسمت هذا الخط هذا الخط رسمته بس على مود احدد السنتر مال الدائره نجي على الدائره مالتنا ايش قد هذا القطر نصف القطر او القطر ايش قد 62 وهذا 88 نجي نرسم دائرة من هذا السنتر اللي حددنا 62 تقسيم 2 31 هاي الدائرة الصغيرة الدائرة الثانية ايش قد نأشر هذا السنتر 88 يعني 44 رسمنا هاي الدائرة هذا الخط نجي نرجع نمسح لين هذا اخذنا بس على مود السنتر تمام هسه رسمنا هاي رسمنا هاي نرجع نقطة منا نروح على هذا الركن ونجر خط نقاطعه ويا هذا هذا مين نجي اللي هو هذا ذاك مماس زين عندي خط اخر هذا الارتفاع ايش قد انا عندي السنتر ايش قد منا للسنتر 132 زين هاي الار 25 اذا 132 زائد هاي المسافه 25 هذا الارتفاع 132 زائد 25 إذا هذا الارتفاع من القاعدة لهذا الخط 157 ماشي خل نروح مثل المسودة نسوي نجي نقطة هنا بهالمكان هذا نأشر ونصعد فوق ايش قد 157 ننطي انتر نجر خط خلي تقاطع عدل ويا هذا تقاطع تمام هذا المسحة نريده هسه نجي ايش قد المسافة منا لهنا وينزل نرجع هاي 95 منا من السنتر لهنا زائد 32 تمام
127 لا شو اي 95 زائد 32 127. اذا نجي نرسم لنا خط اخر من هذا السنتر، ايش قد نمشي؟ 127 ماشي. رسمنا خط طوله من هنا لهنا 127. شو اسوي؟ اروح ارسم خط من هالنقطه يتقاطع ويا هذا، هذا الخط رسمته بس على مود اطلع بعد، وهذا زايد عندي. اروح على امر المقص اشرى وانطي انتر، هذا شلته. ها هي هسه ايش عندي؟ هاي الفلت ايش قد قيمتها؟ 25. اروح على امر فلت اشرته، ما اشتغل راسا، اكتب حرف ار وانطي انتر. ايش قد مالت الفلت؟ 25. انطي انتر، اشر هذا واشر هذا، صارت الفلت مالتي خلصت. زين ايش عندي بعد؟ عندي هاي الدائره ايش قد قطرها؟ الفاي مالتها 28، يعني نصف القطر 14. مسافتها ايش قد؟ هاي المسافه 32 تمام، والارتفاع 25. فاجي ارسم خط منه، امشي خط هنا وامشي ايش قد؟ 32. اذا هذا سنتر الدائره. الارتفاع اشيك ايش قد؟ الارتفاع عندي، اروح على الانوتيت اقيس هذا الدايمنشن من هنا لهنا ايش قد؟ خمسة وعشرين مضبوط تمام. اجي ارسم هاي الدائرة، اروح على هوم سيركل اشرب هالسنتر، ايش قد اكتب؟ 14. الرسمة هذا الخط رسمته المن مجرد للايضاح، الرسمة هذه تمام. هسه ايش عندي بعد؟ عندي هاي هنا ار خمسة وهنا ار خمسة تمام. اجي فلت، يعني فلت اكتب ار انتر خمسة انتر اخرى، اجي على هاي وعلى هاي صارت فلت، هذا طار عندي. ارجع ارسمه من جديد من هنا لهنا، واجي فلت اخرى حفظته ذيك الخمسة، الرسمة اشوف ايش صار عندي. هذا مكتمل تمام، هذا يبين عندي خط لانني هذا سويته سكشن، فجاء اشوف منه، فهذا الخط عندي يكمل يرجع هذا خط منه اللي هنا تمام. هسه الرسم الجانبي خلص عندي، ايش بقى عندي؟ ثني الهولز الاثنين ايش قد الفاي مالهن؟ 22، وهاي 22 ايش قد مسافة؟ 38 سنتر. فامشي خط منه اشر وامشي 38 وارسم خط هنا 22. هذا اجي عليه اخذ كوبي من هالمنطقة هيج واكتب 11 الرسم هذا، ومن هالمنطقة امشي نفسه واكتب 11 الرسم هذا الخط الثاني، هذا اخذه وهذا اخذه ماشي. او اجي ارسم مثل هنا هنا هم نفس المسافة ايش قد؟ 38، واجي ارسم خط هنا، هذا اجي اشره، اروح على امر كوبي، اروح على هذا الخط امشي هيج 11 وامشي هيج 11 الرسم ذني. هذا اقدر اسوي امده شويه هيج منه ومنه، استفاد منه كسنتر لاين. بعدين سنتر لاين منين اجيبه؟ احول لاني ما طول اشتغل 2D، ارجع درافتنج اند انوتيشن على ذيك النافذه، اروح اختار هذا نوع الخط، اقول له other load center، اختار السنتر اقول له اوكي اوكي، اشر هذا واشر هذا واروح اقول له سنتر ماشي. سنتر لشوف ايش قد كلش ناعم، ليش اقول لكم شويه بيها تعقيدات الموضوع، اقول له properties اروح اغير السكيل ماله الى 10، صار شوية منطقي ماشي واطلع منه. هسه ايش صار عندي؟ الرسم الرسم. نجي هسه على الهاتشنج، هاتشنج ان هاي تتهشر وهاي تتهشر المستطيل وهذا يتهشر وهاي الحلقة تتهشر، اروح على الامر هاتش بس اكتب اتش اي هو يكمل لي اياه، هاي تهشرت وها
هاي تهشرت وهذه وهذه، شو اختار؟ ما اعرف التهشير هو شو، اختاره كلش ناعم. ماشي، نجي نختار هذا دبل كليك، او نجي عليه بروبرتيز. ليش هيك ناعم كلش؟ السكيل ماله نختاره 10، نفس الحالة. نوع التهشير لا، اللاين تاب سكيل 1، السكيل 10. ماشي، خلينا نقول السكيل 20، الباترن خلينا نقول 30. هسه مضبوط، ها هي هسه تهشر وياي انتو. اي نعم دكتور، وياك. هيجي صار بس هذا الرسم، خلينا نتاكد منه. هذا ينقص يطلع هذا، وهذا يتشر تمام. والاقواس عندي بقت شغله واحده المفروض، كان المفروض اسوي هذا هم ار، بس هذا ار معوفو يعني تعب. هذا السكشن هسه هذا الرسم بهالشكل. يعني انا كم اشتغل هواي بالبرنامج، رسمته فد 10 دقائق بس، انتو راح يشلع قلبكم. فاللي يريد يرسمه 2D يرسم بهالاسلوب. ماشي، هسه ايات موجوده؟ نعم دكتور موجوده. اي ايات، شوفي هسه هذا التناسق بالابعاد، هاي هذه الخبره هذه الخبره. فهذا شو تسوي؟ نروح يطبقيه على اليمن على الرسم مالتك. تمام، انا بحر رسمته صار بالاتوكاد، بس التهشير ما عرفت منين فحولت على الورق. ها اي نعم، التهشير شلون؟ اتش اي تكتبون اتش اي، هو شيء كمل البرنامج تي سي اتش. تمام، هاج تمام، بكتب اتش اي، من تطلع لي تكملتها انطي انتر، راسا ادخل هاي المسطره اللي فوق قبل تتحول مال التهشير. ماشي ماشي دكتور. اي اطلع من هسكيب وهكذا. يعني هسه اذا نرسمه اوتوكاد عادي؟ والله اذا ترسمه اوتوكاد وبهالشكل، بس المشكله تدرون شنو بالاوتوكاد؟ ما يقبل غلط. يعني اوتوكاد تو سكيل، يعني اجي اقيس وراكم شو اسوي؟ اروح اقول له دايمنشن، قيس لي هاي المسافه ايش قد، اروح اكبرها اشوف ايش قد هاي المسافه وهكذا. اجي مثلا اشوف هاي الدائره ايش قد قطرها، مجرد بس اروح على اليمن على الدايمنشن شو اقول له؟ اعطيني الدايمتر، بس اشر هنا يكتب لي اياه ايش قد 28، هيك ادور وراكم. صح تمام دكتور. اي اللي يريد يرسم ما يرسم لي هذا هنا فوقه توب فيو هنايا، وهنا سايد فيو سكشن. صار واضح مو؟ آه نعم دكتور واضح. دكتور بس شلون نسيفه كملف؟ اروح هنا على الاوتوكاد اقول له سيف. ماشي، واجي اكتب هنا شو اسمه مثلا ليفر دروينج، وبالاسم ليفر دروينج هو اسمه ليفر دروينج، مثل اسم هنا بها سامي. تمام، واقول له سيف. ما العب بهذني، هذني من تجون عليه ندوخكم، يطلع لكم 600,000 نوع. عندكم اوتوكاد نسخه 2018 يحفظ هذا، انا جاي اشتغل 2019 يحفظ 2013 2010 الى 2000. من تحفظه بواحد من ذن القديمات يعني صعب ينفتح عند واحد النصب مثلا برنامج. انا عندي 2019 يفتح حتى 2020، فاي نسخه عندكم حفظوها يحفظ لي اياها. تمام، بس تقولون سيف. تمام، شوفي منها فايل سيف، وقت تكتبين وين هو مباشره يجي هنا مثلا بها سامي رأسين ليفر دروينج، هاي سيف رأسين حفظ. بعد دكتور أداة الترم مرات ما تقص، يطلع علامة اكس على الشكل. ها هذا عندي خط وهذا خط وهذا خط وهذا خط وهذا خط. نجي هسه اريد اسوي ترم، اروح على اليمن امر ترم،
شوف أنا متعود مو أنطي تريم ما أروح أأشر هذا وأشر هذا، أنطيت تريم رأساً أنطي إنتر، يعني مو أدوس تريم بالكليك أنطي إنتر بالحاسبة. فأي خط هذا ما يقبل، ليش؟ هذا ويا من يتقاطع، ما متقاطع ويا خط، هذا ما يقبل لأن هذا ما متقاطع ويا أي خط. هذا اشتغل هسه طلع كروس أحمر، هذا اشتغل طلع كروس أحمر، ليش؟ لأن هذا الخط على امتداده متقاطع ويا هذا الخط. فهسه أي خط من ذني أشر هذا هذا أي واحد أشره هو اللي ينقص. هسه في الحالة أشرت هذا انقص، هذا أقدر أقصه انقص، ورا ما انقص هذا وطار هذا ما ينقص بالأمر ترين، ليش؟ يطلع لي دائرة عليها كروس خط، ليش؟ لأن هذا ما متقاطع ويا أي خط. تمام تمام بتوزين. وإذا احتاجت يعني أقصه هو ما بتقاطع شون؟ يعني شون مثلا خط هيك 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 وتريد هذا تقصره؟ اي اه يعني أقطع بالترم مترهم؟ لا مترهم، الترم هي الأداة يعني هي شغلها، شغلها تستخدم يعني للترم تقليم، يعني هذا خط هذا خط أريد أقص هذا الخط أروح على ترم زين، وأريد هذا ينقص الفوق هذا البينات ينقص هذا اللي ينقص. أما أنت إذا تريد تقصر الخط مثلا يعني خلينا نقول نرسم خط طوله، العفو خلينا نقول خط شقد من هالنقطة لهالنقطة فبمية، وهذا الخط أنت تريد شقد تسوي 50، تجي من هالنقطة تأشرها وتمشي بهالاتجاه ماشي. خل نكتب، نكتب هسه يمكن الخط اللي احنا راح نقصر شقد، اريد اقصرها 30، اكتب 30 وانطي انتر قصر 30 ماشي. يعني هذا هسه ذا قيسه من نهايته شقد يطلع؟ يطلع لي 70. بعد شو عندكم استفسار دكتور؟ انت راح تاخذنا على الكلاس روم هو الثاني اللي عاد مو جاخذكم؟ لان عندك منصه بالكانفاس هسه تركي الكانفاس ونتابعك على الكلاس روم. مو عندك منصه بالكانفاس؟ لا ذيك الكانفاس شو عاد قلبي وشو عاد قلبكم انتوا اكيد. اي والله دكتور حتى ماكو تطبيق يعني نقدر ندخل دكتور صعبه كل شيء بدنا نعرف بيها كلش صعبه يعني معقده. رد ترفع لكم هذا الفيديو والمحاضره الملف على شو اسمه هذا العينتين الكانفاس عاند الفيديو ما قبل يرفع شو اسوي له عفته رجعت لكم على الكلاس روم ما نجح عندي بصراحه يعني هو البرنامج ثقيل وقفل وطفال فد يومين عذبني يعني يعني ذولا صف رابع بس مجرد رفعت المحاضرات القديمه قضيت لي 7 ساعات بس قاعده وحده حتى ارفع المحاضرات القديمه فالمنصه بعد يراد لها تحديث اعتقد بعد اسبوع هيك على ما تستقر ابدي اشتغل لكم هناك وهنا حتى يعني خاف واحد يقطع عنده هناك يرجع يجي موجود حاليا احنا ما عندنا مشكله وياكم هذا بالكلاس موجود كلاس روم على هاي المنصه نلتقي ونجتمع وان شاء الله سهله. دكتور امتحان هاي امتحن رسم هندسي مو اوتوكاد؟ اكيد طبعا رسم هندسي رسم ميكانيكي ترسمون على ورق المفروض بلكي ان شاء الله من نهايه السنه يصير حضور ونخلص من هاللغو ان شاء الله. ان شاء الله. بعد ايش عندكم استفسار دكتور؟ يعني امتحان هاي بكل احوال هو على الورق المفروض اذا رجع حتى اذا رجع حضوري؟ اذا رجع حضوري اكيد على الورق يعني انا امتحنا امتحنا على شو اسمه الكتروني بس كان الظرف يعني حضر و ممنوع وجدت أوامر فبس نشلع قلبنا يعني هل ما صلحنا وكملنا والله الحضور أحسن بس مو بكيفنا يعني حسب التعليمات التجين والتوصيات هو الحضور أحسن إنه هو الكومنتر. بعد شيء عندكم استفسار آخر دكتور؟ الامتحان مالتنا مع نصف السنة لحد الآن ما تحدد إنه يوم الامتحان. ما حددوا تدرون ليش؟ لأن هو الرسم الهندسي يسموه يعني عمل مستمر
يعني هو مجرد شيتات تنجمع عن نهاية السنة يطلع السنة. يعني ده يبقى امتحاننا بس آخر السنة بالضبط. بالفاينل. أي بالضبط. بس صف تمام. أول امتحنا وليش؟ لأن كان عندهم كورس الرسم بس هم عبروا للثاني. كورس ثاني صاروا هسه. تمام دكتور. أي. إيش عندكم بعد استفسار؟ دكتور الرسومات أتصححن أن رسمناهم. وأنا على أساس يخلون وياي دكتور وليد وليد تركي وأستاذ ليث مهندس ليث يعني ما يصلح الولد يعني مو اختصاص فنتركن كلهن وأستاذ وليد على أساس يجوا وياي وبتلتة بس شغلك بس تصلح وقسم ما كلفه ما صدر بأمر وبقيت أنا وحدي وذنيتنا بالغرفة صايرة تل الرسومات كلهن على رأسي فوق 150 رسم. شوف بلكي هالاسبوعين اصلحهن على الاقل اعطيكم درجاتكم بهن. يجوز اروح اخذهن واجيب نوار البيت وبعد اصلحهن شو اسوي؟ دكتور فدو خيولن؟ لا ماكو يولن. كلهن محسوبات. اكو عندكم طلاب كانوا ما شاء الله يرسمون رسم يخبل، شلون ما احسب لهم درجاتهم؟ أنا لا تخافوا ما تسوا ياكم بالرسم ما راح أخليكم صفارة خليكم درجات منطقية كل واحد باستحقاقه إن شاء الله بس حرامات يضيع جهد اللي تعب. ما عندكم شيء إن شاء الله بعد أنا إيش راح أسوي هسه تريدون هاي المحاضرة هسه اللي أخذناها هسه حاليا هذا الحكي مالنا أرفع على اليوتيوب لكم؟ بلي بلي دكتور غير هاي مرة رسم؟ إيه هذا حتى الحكي الشرح الشرحت شلون رسمت لكم هذا 2D هم يفيدكم يعني اللي منتبه إيه أكيد قسم قاعدين طابقين على صفحة اللي منتبهوا على الأقل اللي يشوفوا يتعلمون يرسموا بيدهم يسهل لهم يعني شو هسه مثل مقتدى سألني أنا ما شارح لكم إياه سابقا بس هسه شرحته يجوز شفتوه ما انتبهتوا عليه أو شوية مو واضح على التليفون بعدين على راحتكم تفتحوا على الحاسبة تشوفوه بعيونكم وتدققون بلين أنا مسوي يعني HD الرسم واضح يعني شوية للعفو الفيديو يعني 720p فيبين يعني الأيقونات شنن ياهن ياهن شلون تدوسون يبين لكم تمام؟ تمام دكتور. دكتور بس الطالب أحمد حازم ما قدر يحضر المحاضرة عند حالة وفاة. خطيه من متوفي له والله ما اعرف بالضبط بس بلغني قال لي ما اقدر احضر هذه المحاضرات هذا الاسبوع لان عندي حاله وفاه. سلمي لي عليه وقت اللي من خاطره وما عنده العافيه ان شاء الله. يوصل يوصل دكتور. الله شكرا دكتور. يا هلا بكم. اذا ما عندكم شيء حتى ننهي المحاضره. ها طلاب ما عندكم استفسارات بعد؟ هاي دكتور عاشت ايدك. انت العايشة الله يسلمكم. يلا نشوفكم خير ان شاء الله. تسلم دكتور. الله يسلمك. حاضر ان شاء الله اي استفسار. ونشوفكم خير ان شاء الله. اترخص انا لعب. مع السلامة. مع السلامة دكتور. مع السلامة دكتور. مع السلامة.